السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأحوال طيبة. قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا القناة بالاشتراك ودعم القناة عن طريق الإعجاب والتعليق على الفيديو، وشكرا لكم. بلغ المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعدة والربع نهائي كأس العالم أوزباكستان 2024 بعد فوزه على إيران 4-3 في المباراة التي جمعت بين الطرفين يوم الخميس لحساب دور الثمن النهائي، وافتتح المنتخب الإيراني التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق علي رضا رضائي قبل أن ينتفض أسود الفوتسال بتسجيل 4 أهداف متتالية عبر كل من خالد بوزيد في الدقيقة 6 وسوفيان مسرد في الدقيقة 10 و16 وإدريس رئيس الفني في الدقيقة 19 مهيئا المشهد الأول بتقدم كتيبة هشام دقيق 4-1. في الشوط الثاني دخل لاعب الفريق الإيراني بقوة حيث تمكن من تسجيل هدفين في ظرف دقيقتين، وواصل المنتخب الإيراني التهديد ديالو على المرمى ديال المنتخب الوطني المغربي في أكثر من مرة من تقليص الفريق دون أن يأتى لهم ذلك لينتهي اللقاء بفوز أسود الفوتسال 4-3. هذا هو سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في ربع نهائي كأس العالم أوزبكستان 2024 نظيره البرازيلي المتأهل على حساب كوستاريكا ب5-0. هذا وقد تعرض لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة خالد بوزيد للإصابة في المباراة أمام المنتخب الإيراني برسم ثمن نهائي كأس العالم 2024، وتعرض بوزيد لإصابة عضلية على مستوى الفخذ في الشوط الأول، وهو ما أجبره على مغادرة أرضية الملعب علما أنه سجل هدف التعادل للمنتخب المغربي. وانضافت هذه الإصابة إلى إصابة كل من إسماعيل أمزار وأتمة الإدريسي في نهائيات كأس العالم أوزبكستان 2024. يشار إلى أن المنتخب المغربي تمكن من الفوز على نظيره الإيراني ب4-3.